السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي في تفسير رؤية النار في المنام وعلاقة هذه الرؤية بالرزق الكثير، وخاصة هنا نتحدث عن الرزق المادي يعني المال الكثير. العلامة ابن سيرين رحمه الله يقول بأن رؤية النار مضيئة بداخل المنزل يدل لصاحب الرؤية على الحصول على الكثير من المال وربما علو منصبه في العمل. من يرى في منامه أن النار اندلعت في منزل شخص آخر، يعني شخص ربما معلوم أو غير معلوم يرى بأن النار اندلعت في منزله، فهذه الرؤية تدل للرأي على فقدان ذلك الشخص، إن كان هو معلوم، إن لم يكن معلوم فهو فقدان شخص عزيز عليه. من يرى في منامه أن النار اشتعلت ولكن هذه النار لم تصبه، فهذه الرؤية تدل على أنه سيحصل على مال كثير عن طريق الورث، يعني أنه سيصله ورث، وهذا الورث سيكون بمثابة مال كثير للرأي في الحقيقة. الرأي الذي يرى في منامه أن هناك دخان يخرج من بيته، يعني لم يرى النار ولكن يرى الدخان يخرج من بيتي، فهذه الرؤية تدل على أنه سوف يحج ذلك العام، أنه سيزور بيت الله الحرام. ومن يرى أنه يعبد النار فهذه الرؤية تدل على أنه يقصر في أداء الفرائض والعبادات، وخاصة هنا نتحدث عن فريضة الصلاة. إطفاء النار في المنام تدل على أن الشخص له طاقة سلبية، يعني هذا الشخص سلبي للغاية لأن طاقته سلبية، وهذه الطاقة تجعله لا يشعر في الرغبة، لا يشعر بالرغبة في تغيير يعني حياتي أو تغيير جوانب من حياتي إلى المنحنى الإيجابي. من يرى في منامه أن النار تخرج من عتبة بيته، هذه الرؤية تدل له كذلك على أنه سيزور بيت الله الحرام. فزيارة الحج تكون عن طريق رؤية، الرؤية الأولى أن يرى الإنسان أو الرائي في منامه أن هناك دخان يخرج من بيته، والرؤية الثانية هي من يرى في منامه أن النار تخرج من عتبة منزله حتى ولو لم يكن دخان، فهذه الرؤية كذلك تدل على أنه سيزور بيت الله الحرام عن قريب. في منام المتزوجة اندلاع النار دون لهيب أو توهج يدل لها على أنها إن شاء الله ستحمل عن قريب، لكن إذا رأت النار مشتعلة ويعني متوهجة هذه النار، فهذه الرؤية قد تدل على اشتعال خلافات زوجية بينها وبين زوجها. إن رأت المرأة المتزوجة أنها تعرضت لأذى من النار دل ذلك لها على أنها في الحقيقة تعاني من مشاكل كثيرة، وربما أنها يعني محيطة بأناس سيئين يسيئون لها ويغتابونها وربما يخببون بينها وبين زوجها، فعليها الحذر. رؤية دخول النار يدل للمرأة المتزوجة على أنها ربما ترتكب الكثير من الذنوب والمعاصي، يعني ما رأت في منامها أن هناك نار تدخل إلى بيتها، فهذه الرؤية تدل على أنها ترتكب الكثير من الذنوب والمعاصي في حياتها ويجب عليها الاستغفار. النار المشتعلة يعني التي يعني ترى فيها المرأة المتزوجة في منامها أنها مضيئة أو أنها يعني تجلب الضوء وشديدة الإضاءة، فهذه الرؤية تدل على أن زوجها إن شاء الله سيرزق بمال كثير، ربما عن طريق العمل أو ربما على أنه سيرتقي يعني إلى مرتبة أو منصب سيوفر له أو سوف يجعله يعني يحصل على مرتب أو أجر أعلى مما كان هو عليه في الماضي، أو ربما على أن هذا الزوج سيحصل على ميراث يعني سيجعله يحصل على أموال كثيرة. من رأت أنها خائفة من النار وأنها تحاول الهروب منها واستطاعت في رؤيتها أن تهرب
من النار، فهذه الرؤية تدل على أن هناك خلافات بينها وبين زوجها توشك أن تسبب هذه الخلافات الانفصال أو الطلاق، لكن هروبها في المنام من هذه النار يعني يفسر لها بأن إن شاء الله سوف تحل هذه المشاكل ولن يكون طلاق. اندلاع النار في بيت المرأة المتزوجة يدل على الفراق والطلاق بينها وبين زوجها. اشتعال النار في المطبخ للمرأة المتزوجة يدل على غلاء الأسعار، وربما أن زوجها لا يستطيع أن يلبي حاجيات البيت. في منام العزباء رؤية النار هي محمودة جدا، لأنها تدل على أنها ستتزوج إن شاء الله عن قريب. النار التي تراها البنت العزباء في منامها أنها تندلع في المنزل، دل ذلك كذلك على اقتراب موعد زواجها. والنار المتوهجة في منام البنت العزباء يدل على أنها ستتزوج من شخص تحبه، يعني الشخص الذي تحبه بعينه سوف تتزوج به. هذا كل ما يعني يفصل لرؤية النار في المنام للمتزوجة للعزباء، وكذلك يعني علاقة النار بالرزق الكثير والمال الكثير. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى موضوع قادم.